هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. أعزائي طلبة الصف الرابع الإعدادي، نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Open your students book on page 16. Unit 2, lesson 1. What do you do at school? ماذا تفعل في المدرسة؟ Match the pictures. زوج الصور on the words والكلمات. Say قول What the students, ماذا الطلاب are doing, يفعلون. طبعا بالنسبة للموضوع هذا، مزاوجة الصور مع الكلمات الموجودة في البوكس. الكلمة الأولى use the self-access center. Use the self-access center، استخدام مركز التواصل الذاتي. هنا هذا مزاوجة مع الصورة E. Watch a film. مشاهدة فيلم. انزاوجة مع الصورة رقم. Watch a film مع الصورة C. و write a report. كتابة تقرير مع الصورة B. و give a presentation. إعطاء تقديم أو مقدمة. هذا مع الصورة A. تقديم أو تقديم درس أو خطاب. Take an exam. أخذ امتحان مع الصورة D. وحسب الحلول ب write report, C watch film, a film, D take an exam, و E use the self access center. Look at محمد's timetable. انظر إلى جدول الدروس لمحمد. Ask and answer questions. اسأل وأجيب عن الأسئلة. طبعا هنا عندنا جدول الدروس الاسبوعي، مواعيد الدروس هنا، وعندنا هنا هاي الرموز للهيستوري، تاريخ والجيوغرافي، كره الارضيه هنا يعني رمز للجغرافيا، وفيزيكس الفيزياء هنا رمز للفيزياء، وكيمستري الكيمياء، والبيولوجي الاحياء. هنا جدول الدروس طبعا Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. هنا جدول الدروس الموجوده حسب كل درس. هنا طبعا اسئله. How often does محمد have او محمود how often does محمود have history؟ كم مرة لدى محمود درس التاريخ؟ إجابة يقول له he has history، هو لديه تاريخ twice او مرة في الأسبوع. هنا طبعا الموضوع هذا يرتبط بالمحادثة نمبر 17، محادثة رقم 17 في نهاية كتاب الطالب. هسه نقراها. Listen to محمود. استمع إلى محمود. And do exercise A. وأعمل التمرين A و B in activity book. في تمرين في كتاب الـ activity book. هسه نروح لقراءة المحادثة رقم 17. هنا المحادثة section 17. Listen and talk. Listen and tick. الاستماع and أشر على subjects، المواضيع محمود mentioned، التي أشار إليها محمود. محمود. School has just started. المدرسة تون بدأت. I have a lot of work. لدي الكثير من العمل. But I like، لكن أنا أحب seeing، مشاهدة my friends، أصدقائي again، مرة أخرى. This is my new timetable. هذا جدولي الجديد. I'm in year 10. أنا في السنة العاشرة. This year، هذه السنة. Which means، هذا يعني I am taking، أنا أخذ a lot of new subjects، الكثير من المواضيع الجديدة. Like مثلا chemistry الكيمياء and biology والبيولوجي الأحياء. I love science، أنا أحب العلوم. And I think، وأنا أعتقد. I will really، وأنا سوف حقا. Like أحب my science classes، دروس العلوم. This year، هذه السنة. My favorite class، درس المفضل. So far this year، هذه السنة. Is geography، هو الجغرافي. Yesterday، يوم أمس. We watched a film، شاهدنا فيلما. About Antarctica، حول القارة القطبية. In geography class، في درس الجغرافيا. I love watching، أنا أحب مشاهدة الفيلم زي الأفلام. Because، بسبب. I can see، أني أستطيع أن أرى. What other countries، ماذا باقي البلدان look like، تشبه. Antarctica
القارة القطبية is really interesting. هي حقا ممتعة. My geography teacher, مدرس الجغرافيا السيد, يقول it is the coldest continent. إنها قارة الأبرد. I'm going to write. أنا سوف أكتب a report, تقرير about it, حولها. This afternoon, بعد الظهر. I am going, أنا سوف to self-access. أنا ذاهب أو سوف أذهب to the self-access, إلى مركز التواصل center to borrow, لأستعير some books, بعض الكتب for my report, لتقريري. I like, أنا أحب writing reports. أنا أحب كتابة التقارير. But, لكن I don't like, لكني لا أحب giving presentations, إعطاء مقدمة. My English teacher, مدرسي الإنجليزي, told me, قال لي, I have to give, يتوجب علي, I have to, يتوجب علي, give a presentation, إعطاء مقدمة, about my trip, حول رحلتي to England, إلى إنجلترا. My cousin, أقاربي أو ابن عمي, is going to lend me, هو سوف يعطيني أو يعيرني some maps, بعض الخرائط, and photographs, وصور. He took, هو التقطها, when we were, عندما كنا there, هناك. Last year, في السنة الماضية. But, لكن, I'm still, لكني لازلت really, حقا, nervous, متنفزا أو عصبيا. I don't like, أنا لا أحب talking, التحدث in front of the class, مقابل الصف. I also, أنا أيضا hate, أكره taking exams, أخذ الامتحانات. But, لكن, I suppose, أنا أفترض, everybody does, كل واحد يجب أن يفعلها. هنا بعد ما كمل المحادثة يقول look at two things, انظر إلى الشيئين. محمود سيد, التي قالها محمود, لاحظ أن الجملتين اللي قالها محمود, قال I'm going, أنا سوف, I'm going to the self, أنا ذاهب إلى self access center, إلى مركز الاتصال الذاتي, to borrow, لاحظ كلمة borrow, لأستعير some books, لأستعير بعض الكتب, for my report, لتقريري. انتبه هنا, my cousin, ابن عمي, is going to, هو سوف أو سوف يعطيني, lend me, سوف يعيرني, some maps, بعض الخرائط. هنا شوف, borrow يستعير, وهنا lend يعير. فرق بين الكلمتين, يعني واحدة عكس الثانية. ننتقل إلى تمارين Activity Book Lesson 1, page 22, Exercise A, listen and tick. استمع وأشر the subjects, المواضيع محمود mentions, التي أشار إليها محمود. يعني من خلال المحادثة عندنا مجموعة مواضيع, من الموضوع اللي أشار إلى محمود في المحادثة, نضع يم علامة صح. واني حسب ما موجود بالمحادثة, هو أشار إلى الكيمستري, وأشار إلى البيولوجي, وأشار إلى الجيوغرافي, إلى أشار إلى الجيوغرافي, لأني أهم المواضيع اللي أشار إليها بالمحادثة, الكيمستري, بيولوجي, وجيوغرافي. إكسرسايز بي, أيضا من خلال المحادثة نستمع لها. ماتش ذا بيجينينجز, زوج البدايات, أند إندينجز, والنهايات, أوف ذا سنتنسز, للجمل. ذن بعدها لسن أجين, استمع مرة أخرى, أند تشيك, وتفحص. نمبر 1, محمود لايكس سينج, محمود يحب مشاهدة. هنا هاي نزوجها مع all this, all his friends, كل أصدقائه. again, مرة أخرى. 2, محمود loves watching, يحب مشاهدة films, الأفلام. 3, محمود لايكس writing, محمود يحب كتابة reports, التقارير. محمود doesn't like, محمود لا يحب giving, إعطاء presentations, إعطاء خطاب أو مقدمة أو تقديم. 5, محمود hates taking, محمود يكره أخذ exams, الامتحانات. وايل حلول exercise B, number 1, all his friends, again, 2 films, و 3 نزاوجها مع reports, و 4 نزوجها مع البرزنتيشن, و 5 نزوجها مع اكزامز. اكسرسايز سي, ان بيرس, في ثنائيات, براكتس.
تمرن asking واسأل if you can borrow إذا كنت تستطيع استعارة the items الأشياء below في الأسفل. هنا طبعا السؤال can I borrow ممكن أن أستعير your pen قلمك. ردت عليه قالت yes you can نعم تستطيعين. No you can't sorry لا لا تستطيعين آسف. طبعا هنا اعتذار عن الشيء والاستطاعة يعني الإجابة اللي كان الإجابة مال السؤال كان بال yes أو no. السؤال الثاني can you lend me ممكن أن تعيريني your pen قلمك. ممكن أن تقولها of course بالطبع أو ممكن تقولها no sorry لا أبدا لا آسف. هنا طبعا موضوع استخدام الكان يستطيع معناها في جملة المضارع البسيطة. في جملة الأفرماتيف في الجملة المثبتة يكون السبجكت بداية الجملة نستخدم ويا كان. طبعا الكان تأخذ فعل مجرد زائد التكملة. مثلا I can play tennis ممكن أن ألعب التنس. جملة المرفية شون في الكان أيضا هنا نفس الجملة فقط تكون I can't speak French يعني I can't play tennis cannot أو can't. question شلون يكون السؤال باستخدام الكان. نخلي الكان بالبداية بعدها السبجكت الفاعل وبعدين الفعل مجرد إلى آخره والتكملة. مثلا can I borrow your pen ممكن أستعير ممكن أستعير your pen قلمك. طبعا هاي الجواب السؤال ال yes or no هو طبعا جواب لأنه يعتبر الفعل الكان اسم يعني فعل مساعد فالإجابة السؤال يبدأ فعل مساعد الإجابة مالته yes أو no فممكن أن يكون yes زائدا الضمير زائدا نفس الأداة السائلة بها أو no زائدا الضمير الفاعل زائدا نفس الأداة السائلة. هنا عندنا أمثلة سوها كان بلاي فوتبول. هاي جملة يقول لك سوها question سؤال ممكن نقول لك كان سوها حسب القاعدة الموجودة عندنا كان والسبجكت بعدين الفعل المجرد والتكملة وعلامة استفهام تصير كان سوها ممكن سوها هل تستطيع سوها بلاي فوتبول أن تلعب الفوتبول. هنا I can play tennis ممكن ألعب التنس هاي سوها نيجاتيف. ممكن تقول له I can't play tennis ممكن تقول له أنا لا أستطيع ألعب التنس أو تقول له I cannot. أيضا عندنا ملاحظة أخرى حول استخدام borrow يستعير و lend يعير وواحدة طبعا عكس الثانية مثل يعطي ويأخذ كأنما. هنا في الفعل المضارع lend الفعل الماضي مالتها طبعا هي فعل شاذ الفعل مالتها الماضي lend يعني يعير أعاره. مثلا my sister borrowed استعارت أو أعارت مو استعارتني لا أعارتني تأخذ فهنا تأخذ كلمة lent me أعارتني her headphones سماعات الأذن for the journey للرحلة. وطبعا هاي الاختيار طبعا أكيد يتعلق بالمعنى والترجمة الصحيحة. بارو يستعير عكسها قلنا هنا يعير هنا يستعير بارو وبارود هنا فعل قياسي الماضي مالته بارود يعني ايدي مو هذا فعل شاذ لا هذا فعل قياسي فبارو يستعير وبارود استعارة فعل قياسي. مثلا can I borrow لو can I lend your book ممكن أن استعير يوم ممكن أن أعير كتابك ما يصير أنا أعيرك كتابك لا فممكن أن استعير فهنا طبعا قلت لك الاختيار يتعلق بالمعنى ممكن أن أعيره ممكن أستعيره كتابك. I left mine at home أنا تركت كتابي في البيت. هذا طبعا بالنسبة لسؤال ال borrow والlend في كتاب. وعندنا طبعا مجموعة تمارين في صفحة 23 بالنشاط حول هذا الموضوع. عندنا تمرين أنا circle هذا طبعا التمرين في صفحة page 23 صفحة 23 في كتاب الactivity. circle ضع دائرة the correct word على الكلمة الصحيحة in each sentence في كل جملة. number one my sister أختي borrowed me أعارتني لو lent me لو استعارتني طبعا I'm sorry هنا استعارتني أو أعارتني فهنا الكلمة أعارتني هو الصحيحة في الاختيار lent me أعارتني her walkman for the journey أعارتني walkman يعني جهاز الاستماع for the journey للرحلة فهنا الصحيحة lent me أعارتني مو استعارتني أعارتني. 2 can I borrow ممكن أن أستعير لو أعير your book يعني ما يصير ممكن أن أعير your book أعير كتابك لا ممكن أن أستعير كتابك
فتاخذ فرو، ممكن نستعير كتابك. I left mine at home، أنا تركت مالتي في البيت. 3. محمود wanted، محمود يرغب أو رغب to borrow land، borrow لو land. محمود رغب لأن يستعير، يستعير map، مو يعير، يستعير الخريطة of Antarctica للقارة القطبية from the self-access center، من مركز التواصل الذاتي. فهنا to borrow أكيد، لأن borrow هي يعني فعل مجرد، يعني من ناحية فعل مجرد، لأن تو وراه فعل مجرد ما يصير لين. فحسب المعنى مالتها محمود wanted يرغب أو رغب to borrow لأن يستعير، مو يعير، حسب المعنى يستعير الخريطة. 4. سامي borrowed أو lent، سامي lent محمود، عار محمود a magazine، مجلة about penguins، حول البطاريق، حول البطريق، حول طيور البطريق. فعار أحمد، مو استعار من أحمد، لا، عار أحمد مجلة حول البطاريق، فلنت. 5. Think carefully، التفكير بحذر، before you، قبل أن land something، قبل أن تعير شيئا ما، مو تعير يعني مو تستعير، تعير شيئا ما to person، تعير شيء ما إلى شخص، مو تستعيره إلى شخص، لا، تعيره lend something to شخص، إلى شخص، تعيره something إلى شخص you don't know، أنت لا تعرفه very well، جيدا. 6. I had to borrow، أنا يتوجب عليه to borrow أن أستعير، مو أعير، أستعير قلما a pen from the teacher، من المعلم، توجب عليه أن أستعير قلما من المعلم، مو أعير قلما من المعلم، يعني جبرت أن أستعير قلما من المعلم لأن يجوز احتمال ما عندي. وهاي الحلول نمبر 1 lent، 2 borrow، و 3 borrow، و 4 lent، و 5 lend، و 6 borrow. وهذا كل ما موجود درسنا أعزائي الطلبة. Meet you next time.